الغفاح. إذا أحبة المتابعين، لسنا في بلاد الشام ولا في قاع جهران ولا قاع البون، نلاحظ هذا المحصول الذي سوف يربك كل المعادلات الزراعية التي كانت تفترض به أن يكون في المناطق الباردة، لكن تمت زراعته بفضل الله بواسطة المزارع صادق المرهبي الذي كان واحد من أهم المزارعين الذين تفننوا في إدخال هذا الصنف والمحصول الجديد في تهامة. عندما تدخل إلى خريطة المؤسسة العامة للبطاط في صنعاء لا تجد السهم الذي يتجه إلى تهامة في زراعة البطاط، وهذه التجربة هي الأولى في إنتاج البطاط وناجحة بشكل كبير جدا، كسرت كل التوقعات التي كانت تتكهن أنه لا تنجح زراعة مثل هذا المحصول. وبفضل الله سبحانه وتعالى الآن تلاحظون أمامي هذه النبتات التي الآن بدأت بالنمو منذ أكثر من ما يقارب 30 يوم فقط، وهي سوف تنجح بنجاح كبير جدا ابتداء من منتصف شهر 11 المنصرم، والآن نحن في بداية شهر 12، وبإذن الله هذا الصنف سوف يكون من أهم المحاصيل الزراعية التي سوف تنضم إلى دائرة الأصناف والمحاصيل في تهامة اليمن. شكرا لكل المزارعين الذين دائما يسعون إلى إيجاد حلول بديلة في مواجهة التعثر في المحاصيل من ناحية القائمة السعرية لكثير المحاصيل التي دائما تفاجئنا بانهيار في أسعار تحطم المزارع. هذه الأصناف الجديدة سوف تدخل لنا صنف جديد جدا لصنف الخضار هنا في تهامة. حببنا أن نصور لكم هذا الصنف من الديمينيت، صنف الزهرة الحمراء. تحياتي لكم المهندس محمد حجر، السلام عليكم ورحمة الله.